عاتزناك يا ابي. انت ما تاكلها، روح تسأل. والله يا ابو صفوان ما بخبي عليك، الولد صار اسمه بقيادة الجيش، يعني هلا هو عسكري، بس القائم مقام وعدني انه يحطه هوم الشام، يعني بصير يوم اي يوم لا بينام بالبيت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بس انه الولد وحيد بصير ياخذوه. يا سيدي بهالوقت كل شيء بيصير. على كل حال يعني لبين ما نعمل له معاملة تسريح لانه وحيد بجوز يتصرح لحاله. طيب مشان العرس نحن متفقين يوم الخميس، ما هيك يا بيك؟ اذا الله رد. تفضل يا بيك. يسلموا إليك يا بدري. الله يسلمك. تفضل أبو صفوان. يسلموا. يسلموا. خوفتك مو هيك؟ خوفتك صفوان مو؟ يا ما والله بعرف، بس ما قدرت احكي معه ولا كلمه، خجلت منه. طيب هن ما عندهم خجل؟ والله لو كانوا دواب ما بيعملوا هيك شيء، يا عبي شو ما عليهم بس. لا لا هاتي عنك يا ما هاتي. بكره بس تيجي فردوس بدي خليها تنظف وترتب كل البيت. ليش وينها فردوس بعديه؟ راحت لعند بيت اهلها، قال مش هي تنام عندهم ليله. ايه ليش مو كل جمعه بتاخذها لبيت اهلها؟ ما كان لازم قبل ما تروح تنظف وترتب البيت؟ اخ يا مو اخ، قال اتجوزنا لنستين، رزق الله ايام العزوبية. يي اكلين كل العنبات ولي على عيونه مو مخلينه ولعنقه، كنت بخبيته لرمضان لك ابني. يعني هالشغلة بدي اياها منك، الله يخلي لي اياك يا ابو خيرو. يسلموا يا مسلم. شو بدي لك يا ابو صفوان؟ يعني عزمت رفقاتي بالسرايا وناوي بكره اعزم رفقاتي من البكوات، ما بقدر اجل الحفلة يا ابو صفوان. الولد بده يروح على العسكرية يوم السبت، يعني ما في وقت. لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي اذا هيك وكرمالك منأجل عرس خيره ليوم الجمعة. الله يجبر بخاطرك، صفوان يوم الخميس وخيره يوم الجمعة، اتكلنا على الله. توكلنا على الله. تفضل اشرب قهوتك. شو يا مو؟ شو صار معكم؟ ما صار شيء يا مو. شلون يعني ما صار شيء؟ شو قالكم؟ خلص مشي الحال. شو يعني مش الحال؟ يعني ما رح ياخذوك على الاخذ عسكر؟ لا يا مو مش الحال، يعني صرت عسكري وسالم بيك ما عاد يطلع بايده شيء. ما عاد يطلع بايده شيء؟ لا اللي صار صار. وابوك وينه؟ قال لعند هاشم افندي يحكي معه مشان ياجل حفله ابنه ليوم الجمعه. يا ربي شو هالحظ اللي قلنا؟ مره بيطلع لنا نصري ومره بيطلع لنا خيره. بدنا اياكم تحضروا الخيل وتشبعوها مشان تكون جاهزة يوم السبق، لأنه مثل ما بتعرف يا مدها الخيل قبل السبق ما بتنعطى عليه على كيفها. إمتى السبق مختار؟ ما بعرف، بهالكم يوم بنحدده. أنا خايف حدده يقوم يصير معنا مثل المرة الماضية لما صارت شغلة أبو محمد واضطرينا نأجله. لا معك، على كل حالتك الهم قبضيات الحارة كلهم خيالي، أصغر واحد فيهم يسابقك هو بالريح. الفضل إلك من بعد الله يا ودا. الله يخليك. يا الله خير يا طير، شو صار معه؟ ماشي الحال. شو يعني ماشي الحال؟ يعني اتفقت انا وهاشم افندي انه اجلوا حفلتهم لنهار الجمعه. ايه منيح لكان شلاح ونام مشان نفيق بكير وننزل على السوق. لا لا انا مالي نازل على السوق، انزلي انت وابنك. ليش بقى مالك نازل؟ ايه رجلي عم تجعني وتعبان، ما بتفهمي انت؟ مرحبا يا أبضال. ميت أهلي. يا أهلا وسهلا. يوم بدنا نورجيك أنت قدام أهل حارتك لك واطي. لك ولك بعد أولاد. أيوة.
وين بتاكلين فوتي؟ لسه ما شفتوا رجال عياش، قلبتكم شوفوه. وين عقيد هو اللي هجم علينا هداك اليوم؟ بط! لك لي ياهم عقيد. ما حدا يقرب. مين هدول شاهد؟ هدول اثنين سرسريه في شغله قديمه بيناتنا. يستر حبيبك يا سلاح ولا؟ سلاح. سلاح من رجليك. سلاح! سلاح! يلا! يلا! امشي! امشي! بسيطة. إن شاء الله مغامي إجراء. لا لا ولا يهمك بابا هشي. جرح صغير. مهم هلأ قلي من هو دول؟ شغلته هناكتي. شلون يعني شغلته هناكتي؟ خلاص لا يكل لك فكرة أنت، لا يكل لك فكرة. روح هلأ خليه يحطوا لك عليها بني. يلا يلا يا مو يلا يا ميت. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا. عين فيك. يسلموا ايديك معزبه حالك. اهلا وسهلا. شرفت منك. ليش كل لا لا تاذينا يا بنت عمي. ما قدرنا نطلع معكم على الضيعه لانه المختار والعقيد طلبوا من شاهر يدير باله على الحاره بغيابهم، ونحن مثل ما بتعرفي اذا ما راح شاهر نحن ما منروح. ونحن كمان مثل ما بتعرفي كنا مبلوشين بعرس ابني نصري، مشان هيك ما قدرنا نروح. خير بغيره، إن شاء الله بكرة منعزمكن لعنا على المزرعة. يوه، ليش أهله لأبو محمد أعطوه مزرعة؟ الحمد لله يا أم شاهر، الله أكرمنا. عن إذنكن شوي. الله يزيد ويبارك. تعالي تفضلي روحي. تفضلي خدي راحتك. شو طيبين هالقطايفات. كتير طيبين. خدي حبيبتي خدي. الله العليم يا أم نصري، كنتك عم تتوحى. يو شو عرفين؟ ايه ما حلها، مو هيك دي بخانو؟ والله ما بعرف، كل شي بيصير. الله لا يجعلنا من قطاعين النصيب، مو هيك أم نصري؟ مزبوط أبريني مزبوط. تفضلي أم شاهر. شو هاي؟ ما في شي من قيمتك. شقفة اشتهيت لك اياها. يا لا والله ما بيصير. لا تحلفي والله الا كل وحده منكم تاخذ شقفتها. اي ان شاء الله. تفضلي شو هديات يا حسن. لشو معزبي حالك؟ هي عرايسيه اشتهيت لك اياها. وهي الك فردوس. وهي الك رمشومان. الك ولامك. ان شاء الله بيعيشوا هالايدين. يسلموا. وهي الك ديبه. يبعث لي حمى ان شاء الله. الله يكسر ايديهم يا رب. مالك هذا اللي بيحشر حاله بشغله ماله فيها؟ لك بيت العياش كل عمرهم مشكلجيه. ابصر شو عامل معهم شاهر لحتى جايين يبحثوا عنه. يا بي والله مو بايدي، يعني لما شفت هيك اثنين اغراب من برات الحاره علقانين مع واحد من اهل حارتي انفار دمي ما قدرت. طيب وعرفت من هن وشو السبب اللي خلاهم يعلقوا مع شاهر؟ لا والله يا بي، بس اللي فهمته انه كانه في شيء قديم بيناتهم. هلا انا وجاي بالحاره في اثنين سالوني عنه ليكونوا هنن. يا بي في واحد فيهم هيك يعني عينه كريمه. ايه هدول هن عين وحده. هدول هن الحراميه اللي هجم عليهم شاهر يوم شلحونا الذهبات. يا مو شو عم تحكي؟ ايه والله انا بتذكرهم منيح، واحد منهم بعين وحده، مو هيك يا مو سعاد؟ ايه بلا يا مو. يخرب بيتهم، هدول جايين ياخذوا بتارن من شاهر. هلا هيك دغري عرفتيهم بدون ما تشوفيهم. يخ زيت العين شو فتحه. بدي منك يا مختار تجبر بخاطري وتقبل هديتي انت والعقيد ابو ادهم والشيخ نزير. خاطرك مجبور يا ابو محمد. الله يسلم الايدين. ما كان في داعي تعذب حالك، كان واجبنا نروح براسنا لعندك على البيت ونسلم عليك. يا بنت اهلا وسهلا. والعين ما بتعلى عن الحاجب يا مختار. شيخي تفضل هاي جبه ان شاء الله تعجبك. الله يكثر خيرك ويجزيك الخير ويرزقك بالولد الصالح. تسلم يا شيخ. وهي هديه عقيدنا وحامي حما حارتنا. معليش يا محمد انا عفيني. ولو يا ودهم الرسول عليه الصلاه والسلام قبل الهديه. صلى الله عليه وسلم. قبلناها اخي. تسلم يا عقيد، والله يقدرني على مكافاتكم. لك انا مكافاتنا.
نحن مكافأتنا ما تعرفنا عليك وطلعت ابن قصور وخيال ابن خيال. شو اللعبة ديك المرة على الخيل؟ نحن من بعدكم يا عقيل. ايش يا اخي؟ يعني هي الرزقة اللي اخذناها من الحرمة حلال؟ طالما هالمخلوقة وهبتك ياها بإرادتها فهي حلال، بس تنفذ لوصيتها هذا حقها. الله وكيلكم يا جماعة، مال الدنيا كله مو بعيني. أنا المهم عندي إنه رجعت لعند أهلي معزز مكرم مرفوع الراس وظهرت براءتي. والأهم من المال الصحة والسمعة الحسنة والتقوى. التقوى، التقوى أهم شيء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنت زلمة تقي والله رزقك من حيث لا تحتسب. سبحان الله. إيه سيدي، بدنا نتبارك فيكم اليوم المساء عنا بالبيت ونتعشى سوا بمعيتكم انتو وكبارية الحارة. يا سيدي منتشرف، وإن شاء الله هيك ربنا بيعلي مقدارك وبيرزقك وبيعزك يا أبو محمد. الله يديمك يا مختار، وعك ما تجي شيخي. ها بدنا نتبارك فيك وتقرأنا الفاتحة على الروح المرحومة فايزة وعلى روح أمواتنا أجمعين. إن شاء الله، الله يرحمنا ويرحمنا. آمين آمين يا رب. يلا صباحوا لي بالإذن. الله معك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. يا عقيل، شو قصة الزعران اللي علقته معه؟ تعال يا ولد. مور معلمي. حبيبي بتروح لعند فخري على البايكي بتقول له يعطيك 3 خواريف اسمان بتحطهم على طنبور وبتجي لعندي رقد. لا تعوق. امرك معلمي. يلا. اما على ابو محمد جايب لي نقفة دين قطعة قماش بتطير العقل. حرام، الزلمة عامل جهده وجايب كل شيء من احسنه. كيف طلع انبازك بالضبط؟ ولا احلى من هيك. انباز ابوكي. لا هدايا اللي جايبها بس لنا ولا لكبارية الحارة؟ لا للكل، الكل بسلام. هذا شو سيد راسي؟ والله جارنا ابو محمد الله يجزيه الخير جايب هدايا لكل كبارية الحارة. ابو محمد اسكافي؟ ايه ابو محمد، مو معبي عينك يعني؟ لكن معبي عيني، يقطع عمره ما اساله قبل ما يتكرم ويجيب هدايا للعالم، يدفع كريدت كامل.